متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا نائب رئيس جمعية حماية المستهلك خالد السبيعي. أهلا بك سيد خالد، كيف تقيم آلية صرف المواد التموينية وما مدى قدرة النظام الجديد في القضاء على السلبيات؟ حياك الله ونمسي عليكم بالخير وعلى الأخوة المشاهدين ويعطيكم العافية على الاستضافة. أهلا وسهلا. وعلى هالموضوع بالذات اللي صراحة حيوي ويهم طبعا للمجتمع الكويتي، واللي هو صراحة مفخرة للمجتمع الكويتي طبعا، يعني بقيادة يعني إرادة الأسرة الحاكمة الله يجزاهم خير ولاة أمرنا الله يعطيهم العافية. البطاقة التموينية طبعا في السابق، وهذا كنا نادي فيه أكثر من مرة، إن للأسف الشديد كان الأمر جدا مبعتر، وكان يعني في يعني مظاهر فساد كثيره، وفي مثل ما قاعد نشوف يعني انه صراحه على قولتهم السرقات ولا هذا والامور يعني صراحه سيئه وتسيء للعمل هذا. لكن الخطوه الان ما شاء الله يعني وزاره التجاره تبنوها، نشكرهم يعني نشكر طبعا مع الوزير وكذلك مدير اداره التموين الاخ محمد زعنزي الله يجزاه خير. هذا الرد والنشط الله يجزاه خير ان شاء الله، مسي عليه بالخير وعلى الاخوه يعني العاملين معاه. فصراحه خطوه يعني طيب. سيد خالد، برايك هل مطلوب اضافه سلع لمواد التموين وزيادتها وفق النظام الجديد؟ والله اللي اشوفه يعني حسب هذا يعني ان السلع ما شاء الله يعني الاساسيه متوفره، ويا ريت تستمر ان شاء الله على قولتهم على ما هي عليه. يعني ممكن سلع الدجاج شويه يعني نبي اسعارها، يعني لان ما شاء الله يعني في انخفاض باسعار الدجاج عالميا، يعني يفترض انها يعني تقل شويه على قولتهم، ويصير في تنويع كذلك يعني لل بعض الاشمال يعني للسلع يعني. فاشوف انها يعني تقريبا يعني ما شاء الله يعني السلع جيده يعني ومقبوله. نعم. نعم نعم. نائب رئيس جمعيه حمايه المستهلك السيد خالد السبيعي، شكرا جزيلا لك.